طيب ناخد ال tubular heat exchanger. واحدة منهم نطلع عليها هي tubular. tubular heat exchanger بدنا ننتقل الحرارة من الفلويد راح يدخل عندي هون البروسيس بروسيس فلويد إله درجة حرارة معينة نسميها مثلا هاي الحرارة اللي داخل راح اسميها اس بي. ليش سميتها اس بي؟ سيت بوينت. اذا انا ايش الفاريبل الكنترولد فاريبل اللي بدي اتحكم فيه؟ درجة حرارة الفلويد اللي طالع. ايش الديستربنس اللي عندي؟ احد الديستربنسز اللي موجوده درجه حراره الفلويد اللي داخل. فلما يصير في عندي درجه حراره الفلويد اللي داخل اعلى او تتغير راح يصير بدي اعمل شيء مختلف. كيف راح ابرد هذا الفلويد؟ ايش راح استعمل؟ ايش سميناه؟ جاكيت. اخلط. هل بصير اخلط الكولنت مع الفلويد؟ لا. فبدي يصير في انتقال بدرجه الحراره اللي معظمها راح تكون كوندكشن بتوقع بالحاله هاي. فراح نبني هون انا راح ارسمه ان 2 دي هو المفروض اني ارسمه ان 3 دي. فعندي راح يصير في هون شل حوالين هاي وهذا التيوب. الشل هذا هو منطقه فراغيه موجوده حوالين التيوب. في عندي راح يصير انتقال بدرجه الحراره من الفلويد اللي موجود هون للسائل اللي انا بضخه موجود هون اللي هو ممكن يكون مثلا ماء او سائل ثاني. عندي هون راح يكون في انبوت ونفترض هون عندي الاوتبوت. هذا طبعا في له سرعه معينه او فلو معين خلينا نحطها W ماس فلو ريت. ايش بكمان راح اتحكم؟ انا راح اتحكم ايش الكنترول فيريبلز اللي ممكن اتحكم مانيبيوليتد فيريبل اللي ممكن اتحكم فيهم؟ نعم حراره. تمام. اذا حراره الكولنت راح نسميها ثيتا سي مثلا. وكمان علي صوتك فيش هو مروحه. دير بالك ايش في شيء ثاني ممكن انا اتحكم فيه او اثبته؟ السرعة الفلو ريت. اذا في عندي هون تو فاريبلز خلينا نسميها مثلا هاي اوميجا سي وثيتا سي. هلا ممكن مثلا اقرر استراتيجيه تبعتي اني اثبت الفلو دبليو سي وانا اتحكم بثيتا سي وممكن اثبت ثيتا سي واتحكم ب اوميجا سي. اذا بدي ابرد هذا المحلول اكثر اذا حسيت مثلا درجه الحراره هون اعلى من السيت بوينت ايش لازم اعمل؟ يا اما بنزل ثيتا سي او برفع الفلو. تمام. هلا ممكن استراتيجيتي تكون اني اثبت انا الفلو ريت واصير اغير ثيتا سي حسب السيت بوينت اللي بتكون موجوده هون. بصير اتحكم مثلا ممكن استخدم فيدباك كنترول. الفيدباك كنترول شو بعمل؟ براقب درجه الحراره الفعليه وبقارنها من السيت بوينت. هلا هذه المضبوط انا هون حطيتها هاي غلط. السيت بوينت اللي انا بدي اياها هذه هون الاكتوال او الكنترولد فيريبل. مضبوط هاي الكنترولد فيريبل. فلو بدنا نرسم كنترول سيستم لهذا طبعا في عندي البلانت. البلانت اللي هي هلا انا ما بهمني كل شيء من البلانت، بهمني سرعه انتقال الحراره. مضبوط. ايش راح يكون في عندي ما بين الشل والتيوب؟ في ثيرمال ريزيستنس. اوكي الثيرمال ريزيستنس هي صعوبة أو سهولة انتقال الحرارة من التيوب
للشل. فعندي هون البروسيس البلانت او البروسيس اللي بهمني طالع منها هو الثيتا. خلينا نسميها ثيتا كنترول فيريبل. في عندي سنسر راح يكون، هلا ممكن احط سنسر هون او ترانسميتر هون. تمبريتشر ترانسميتر، ايش راح اقارنه؟ راح اقارنه مع السيت بوينت ثيتا. سيت بوينت فيدباك لازم يكون نيجاتيف. ايش بصير اذا استعملت بوزيتيف فيدباك؟ انستابل سيستم، مش هيك؟ انا بستخدم نيجاتيف فيدباك عشان يكون نيجاتيف فيدباك. هلا راح يطلع عندي بعدين من هون كنترولر، احتمال الكنترولر تبعتي تكون ببساطه مثلا كي. ايش يعني كي اذا الكنترولر كي؟ بروبورشنال. بروبورشنال يعني كل اللي بعمله بطرح التنين من بعض وبضرب الايرور فيه كي. ممكن تكون اعقد من هيك حسب. وبعدين لازم يكون في عندي نوع من الاكتويتر، مزبوط؟ هلا اذا كاني انا بغير ثيتا سي، او خلينا مثلا افترض لو انا بغير الفلو، ممكن تكون هذه هون بامب، والبامب يكون هذا مثلا الليكويد. وهذه هون فيريبل. ايش نوع البامب هاي من شكلها؟ ايش اسمها؟ سنترفيوغال بامب. هاي سنترفيوغال بامب من شكلها من هون، سنترفيوغال بامب. بقدر اغير السرعه تبعتها، بغير الفلو ريت، ولما بغير الفلو ريت هون بتحكم بهاي العمليه. هاي مثال على كنترول سيستم من هون. هاي صار عندي هاي المانيبيوليتد فيريبل. المانيبيوليتد فيريبل بهاي الحاله هو الفلو ريت اوميجا سي اوف تي، الماس فلو ريت للكولر. طبعا كان ممكن ما اعمل هيك، كان ممكن اثبت اوميجا سي واستعمل درجه حراره الكولنت واغير درجه حراره الكولنت، يكون في عندي هيت اكسشينجر ثاني من هون ببرد فيه هذا الليكويد. فبعد ما يطلع عندي الليكويد من هون بمر على عمليه معينه ببرده وبعمل له كولينج، وبعدين برجعه هون تستمر العمليه بهذا الشكل عندي هون حسب ال... طيب شو الديستربنسز بالبروسيس؟ شو اللي بزعجني هون بضل يغير ال... تمام ممتاز. اذا عندي ديستربنسز، احد الديستربنسز اللي هو ثيتا بي، اللي هي تمبريتشر اوف انبوت او انبوت تمبريتشر اوف ذا فلويد اوف ذا بروسيس فلويد اوف ذا انكمينج بروسيس فلويد. ايش كمان؟ علي صوتك. ممكن كلامك تقول لي انه الثيرمال ريزيستنس مثلا كان هون راح يكون شيء، وبعدين البلانت بعد شهر شهرين بدات تتغير. كيف ممكن تتغير مثلا هاي الثيرمال ريزيستنس؟ ممكن تبدا تتكلس، يعني ممكن يبدا يتكون كلس او ماده معينه او تتراكم عليها، فايش يصير بالثيرمال ريزيستنس تبعتها؟ هل هذا منيح بالنسبه لي كبروسيس ولا سيء؟ سيء. لانه شو بيعمل؟ بيزيد ريزيستنس وبالتالي بيرفع التايم كونستانت. هذا لو كان فيرست اوردر سيستم راح نلاقي فيه تايم كونستانت، والتايم كونستانت هذا بيعتمد على المقاومه الحراريه للهاي. ايش هو السبيد تبع؟ تمام احسنت. الفلوريت انا على فكره مش انا اللي بقرر كيف الفلوريت، الناس اللي عم بيستعملوا هذا البروسيس فلويد هون راح يسحبوا منه اكثر واقل. اذا سحبوا منه فلوريت اعلى شو بيسبب لي؟ بلحق شباب. تمام بالضبط. اذا هذه راح تسبب لي مشكله إذا الناس صاروا يسحبوا. إذا هذا disturbance. disturbance الثاني هو إذا بتحبوا نسميه WP process. وW process هو الماس فلو ريت. ليش بضل أنا أقول ماس فلو ريت؟ عم بميزه عن إيش؟ عن الفوليومتريك فلو ريت. الماس فلو ريت راح تكون وحدته مثلا كيلوغرام بير مينيت أو إذا الماس فلو rate of the process fluid. اوكي. اذا استراتيجيتي هون ايش؟ هذا النوع من الكنترول انتم ما بتعرفوش غيره لانكم ما درستوا شيء ثاني غيره. تمام. هذا سيرفو. اوكي. لانه ممكن انا اطلب درجه حراره مختلفه، وممكن افكره انه ريجوليتر كمان. بس هاي الارينجمنت اللي شو بنسميها؟ فيدباك.
شو كان ممكن اعمل شيء ثاني استراتيجيه ثانيه غيرها؟ كمان اوبن لوب، كيف اوبن لوب؟ يعني هي مش بالضبط اوبن لوب بس مش فيدباك. ايوه تفضل. انا بكون انا اوبزرفر بقرا من سنسور بس انا بعدل في قيمه البي مانيوال مش تمام. ايش السنسور اللي بقرا منه؟ اذا ما راح اقيس هذا ايش راح اقيس؟ ايش ممكن اقيس؟ انتم ما عمرها مرت عليكم، انا عم بسالكم سؤال جديد. نعم علي صوتك. لا هو انا بدي اتحكم فيه الكولينج فلويد، انا بدي اتحكم فيه، المفروض اني اقيسه اصلا واضل متاكد انه درجه حرارته كونستنت. نعم الانبوت تمام. ايش الانبوت؟ الديستربنس اللي بسبب لي ديستربنس. في استراتيجيه مختلفه تماما اسمها فيد فورورد. ليش انا استنى لا تصير المشكله هون وايش اعمل؟ واعمل لها فيدباك من هون. ايش كان ممكن انا اقرا؟ ممكن اقرا الفلو ريت، ممكن اقرا درجه حرارتي اللي داخلي من هون. هاي بنسميها فيد فورورد. وقتها انا هون ما بكون عندي جاي من الاوتبوت، بكون عندي من الانبوت. باجي بقول انا راح اقرا درجه حراره الفلويد وانا حاسس انه درجه حراره الفلويد بدات تزيد، فانا ممكن اخذ اكشن مبكر. هذه اسمها فيد فورورد، مش كثير من الكتب بركزوا عليها بس هاي احد استراتيجيات مهمه اللي هي فيد فورورد.